حبيبة ماما، قومي يا جميل، قومي يا لزلوزة يا روح ماما. حماد ايه يا حماد؟ اخس عليك يا ماما، اخس عليك يا ماما، خضتيني. قوم يا دنايا قوم. مش قادر مش قادر يا ماما. الله على الريحة الحلوة دي. يا صباح الفراخ المشوية المتبلة، حطيها هنا ماما، حطيها هنا. اتفضل يا حبيبي. والنبي ماما ارفعها لي شوية، ارفعها لي. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. الله مش قادر بس عايز انام. لا يا حمادة قوم يا حبيبي، في الحركة بركة، قوم يا حبيبي بطل نوم بقى. يا ماما النهاردة يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم، ادعي لي ادعي لي يا ماما. بدعي لك من كل قلبي، ربنا يفتحها في وشك يا حمادة. ماما سيبيني انام شوية، تعبان كسلان والله. حبيبي قوم قوم. يلا حبيبي ماما، وقت التشطيف جه. حمادة يا ماما انا نضيف وزي الفل، ولازم الواحد يتشطف والله ما قادر. حماده حبيبي لازم تغسل وشك. الله حاضر حاضر، بس مش قادر، استنى عليا انا هغسل لك وشك. ربنا يخليكي، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. تقوم عظيمه عظيمه يا ماما. يلا هب 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 هب، غمض عينيك عشان الصابون يحرق. حاضر حب. الميه ساقعه يا حي ماما يا معلش. يقطعني يا روح ماما. والله نشفي. شكرا يا ماما شكرا. نشفي الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين، اللي في خدي اليمين. بس ماما هتخنقيني، شيل الفوطه. يلا نف نف نف. هوبا هوبا شيل الفوطه. هتخنقيني يا حي ماما، والله عيني حرقتني. يلا سنانه. مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا. تف 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 تف. اوف ماما نعم. سيبيني بقى، انا تعبان عايز انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجآت مذهله. ايه ماما المفاجأة؟ والنبي قولي لي. ايه يا حماده؟ ماما خلاص بقى زهقت. حاضر. ليه حماده على طول؟ حماده على طول. ايه المفاجأة؟ ما قوية تبقى مفاجأة لو قلت لك ايه المفاجأة يا حماده. عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري. يا حبيبي ده النهارده عيد ميلاد حماده. كل سنه وحماده طيب. هو طيب. كل سنه وحماده طيب. وانت طيب. ماما ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا. انا كسلان شويه يعني، سيبيني بس 17 ساعه انام لاني هلكان هلكان هلكان. حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم؟ قوم وصحصح كده. والله يا ماما ميعاد مهم قوي، ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه. قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده. ده. ماما ربنا يخليكي ليا، انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس، مش عارف كنت اعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ادي ايدي كابوسه يا ماما. خدي يا حبيبي. زق يا زق ايدي زق. متشكر. العفو. رجع ايدي رجع ايدي يا ماما رجع. متشكر. العفو يا حماده. حماده ماما. حماده ماما. حماده ماما. حماده حطي ايدي على بوقي عايزه تتوب. رجعيها. متشكر قوي. العفو يا حمودي. حمادة يا ماما. قوم بقى يا حمادة، مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه لسه هقوم واغير البيجامة والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر. انا مش هقلعك قادر. هدومك يا حمادة. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ماما. ربنا يخليكي. يا سلام. ايوه كده لبسي جاهز، والبنطلون والبنطلون يا ماما. ربنا يخليك يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حبيبي هات ايدي كابوسها تاني. خدي هات ايدي. زقي ايدي زقي. رجعي ايدي رجعي. متشكر يا ماما. العفو يا حبيبي. ممكن انام شويه بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب اعمل ايه؟ دقلجيني يا ماما زقيني. مش قادر يلا. مش قادر انزل. هوبا يلا يا ماما. هوبا يلا ماما. تعالي قوميني. يا رب استنى انا جايلك جايلك. الخشب جامد قوي وجعلي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قومي. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي، ادعي لي ادعي لي يا ماما. قومي يا دنيا. قومي يا حبيبي. اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا دنيا. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه تعبان. مش لا قادر. لا 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 مش قادر. حماده مش حماده قادر. ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك. والنبي يا ماما اديني ايدي كابوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك زقي. متشكر يا ماما. رجعي لي ايدي رجعي لي ايدي. متشكر يا ماما. متشكر. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما ويخليك لي. توصل الفطار بقى. توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده حماده ماما قوم يا حماده. اصحى. حاضر. بس بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش. بحب تعمل لانشون في بقي وانني انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. وانا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى الله يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعي لي في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. يلا. انا
طب شي امسك عشان تزقيني، مش قادر امسك، خليهم معايا زقيني بيهم. اوه زقيني بيهم، ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات، هاتي سندوتشات يا ماما، هاتي سندوتشات. حاضر يا حمام. ربنا يخليك لي يا ماما، ربنا يخليك. حاضر يا حمام. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حمام. طب هتبصي حصلين بيهم على باب الشقه. انا مش قادر، انا هسحب، انا هسحب زي حماده، زي الفدائيين. انا هسحب، انا مش قادر، تعبان يا ماما، سقيني زقني كعب رجلي. يا رب حياه رحمه تيتا يا رب، ورحمه جده يا رب، اقف جنبي يا رب. انا ما بعملش حاجه غلط خالص، انا كسلان شويه، بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب، اهم حاجه النهارده ودلوقتي يا رب اكسب ضربه الجزاء دي يا رب. العب غيرها حلو. والله العظيم، والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضرب الجزاء. طب يلا كمل لعب، ما تسيبش. ماشي ماشي ماشي، بس انا كسلان قوي، مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط، انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا. إيه؟ انا جعان والله، جعان. ايه والله جعان. حماده تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر، انا فطرت بتاع 3 4 مرات، بس بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر، يلا كلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام، اطلب لنا 10 تجواز حمام. قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده، خليه يجيب لنا 6 جواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا، هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ، ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا، انا هزوده، زوده. هقول لك بقى على حاجه، خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر، عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى، ام علي وشويه بقلاوه. قشطه. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر. اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم. اتفضل برجلك اليمين، اتفضل. شكرا يا اتفضل يا عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي، تقول لي وائل جمعه، انت هتقلي ليه؟ ما ينفعش نبقى معديين من هنا وما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا. خلي بالك، انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي، استنى شويه مشغول. يا بابا. ايه البقره اللي انا مخلفها دي؟ بابا عايز ايه؟ زفت، مش شايفني مشغول وماشي الناس اللي معاك، مش عايز دوشه في البيت. يا بابا ما يصحش كده، بكلمك ترد عليا. مش فاضي، مش فاضي، هرد عليك. غور انت وروحي يا حاج هات لي كوبايه ميه، والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله، حاجه هتخش يمين هتلاقي المطبخ، اعملي لي سندوتش جبنه، حطي لي زيتون، ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانيه واحده، هفضلك هفضلك. لا مش هينفع كده. بابا انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار، بيمسكني من معصمي، انت بكلمك ترد عليا. مش هرد عليك يا حسام يا ابني، سيبه الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب، الله يكون في عونه. جون 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 جون. طب قسما بالله كلمة تانية وأكسر المحل ده على اللي فيه. لا أنا اللي أقوم هديك بالجزمة أنت والناس اللي جايبها معاك وهتزعقوا. امشي عشان أنا خسرت. أوعى بقى، أوعى بقى، ابعد عني دلوقتي. يا بابا يا بابا، قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خد، انت عامل لي فيها 7 رجاله وتخلي صوتك. ايه ده؟ ده ابوك ده هايف وعيل. ايه ده؟ انت فاهم اللي هتبيع ده؟ مبسوط على الكلام الفارغ ده؟ لحظه، هو هكون فاكر ان انا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز، انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف وتافه. والله لا يا ابني، اخرج دلوقتي. ثانيه يا بابا، كان هو هايف انت قليل الادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه. هو عارف، هو عارف. تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ طبعا. بتعرف؟ كذاب كذاب، شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن. دي لعبه عيال صغيره يا استاذ. انا عيل، بس انت اعيل وامشي عشان ما هزعلش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز، معلش. مفيش جواز خالص، احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل. انت راجل عيل. تعالى لي، تعالى لي، عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل الماتش؟ لا انا هكمل الماتش. انا بحترمك يا شيخ حسام. يلا امشي من هنا، امشي من هنا. معلش يا عم، انت راجل عيل. طب اتفضل، انت قلت عيل تاني؟ امشي من هنا. يا الهي، خلاص يا بابا، خلاص يا بابا، خلاص. معلش يا عم، استنى، انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت، تعالى امشي من هنا. مبسوط؟ امشي من هنا، امشي من هنا. معلش يا عم، تعالى تعالى تعالى. انت العروسه؟ تعالى حبيبتي، تعالى تعالي. ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفعه. انت بتعملي ايه هنا؟ قوم يلا معايا، قومي بره. هنبعت هنبعت، امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت، امشي، اطلع بره بيتي. يا حسام، يا ابوك المجنون ده. تعرفتي على الواد فين؟ في الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع، انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني، ما يصحش كده. هي اللي جت لزقتي، هي اللي لزقتي. قومي بيديكي ده.
انت كمان بتشبطي. خد يا بابا بنت رزقك. العب يا بابا خد. بص قعدت من غير ما حد يعزمها. العب. بص دي بقى استناني رجعت لك وانا فايق. اسمع. لا 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 لا. بص دي بص دي حلو الكوبري ده يا معلم. أيوة. يا ابن اللذينة انا جعان. فين الاكل؟ شوف لي فاكهه. طيب شوف لي فاكهه. ايه ده ايه ده ايه الكآبة دي؟ بيت كئيب ليه كده؟ قصة عليك يا ماما. بصراحة ماما مزعلاني قوي. ماما بتعملش معايا أي حاجة تبهجني في حياتي بصراحة. مزعلاني مزعلاني. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه وبتاع ايه؟ مش كفاية إن أنا فتحت أكرة الباب لوحدي؟ هدوس كمان على كبس النور والله ما أنا دايس. وإيه الزروات اللي على شوف الترابيزة مليانة إيه؟ تورتة وجاتو طبعًا. ماما هي وأصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت. أنا بصراحة بكره أصحاب ماما جدًا سواء رجالة ولا ستات. كلهم استغلاليين. طنط كريمه دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من الثلاجه من غير وراها من ورا ماما. والله مش عايز اقول لها بصراحه بقى. يا ساتر. ولا طنط سناء حراميه هي كمان حراميه وبتستغل ماما. ونرجس. نرجس كلكم ونرجسكم. ايه ده القرف ده يا سات. ده انا زهقت منهم. حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني. لا الطباخ ولا السواق. كلهم ناس رخمه وبكرههم. محدش بيساعدني خالص. انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحه. انا بكرهكم والله. بكره اصحابي بكره الناس كلها. محدش بيعمل لي اي حاجه خالص. دي حاجه تقرف بصراحه. ايه ده؟ واضح ان هم عاملين لي مفاجاه عيد ميلاد. ازيك يا انكل؟ ميرسي على المفاجاه. هم قرفانين مني ليه وانا قلت حاجه عليهم؟ انا مقرفه. انا قلت كده. انا هوريك. انا قلت كده. انا قلت كده. في ايه يا جماعه؟ مش مبسوطين ليه؟ هو الكلام ده برضه ليا انا كده؟ ايه ده؟ انا ما قلتش حالك على حضرتك يا حضرتك. انت قلت لي على اي حاجه؟ ايه اللي ليه؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتلهاش حاجه عشان تعملي كده. امال في ايه؟ الناس مالها متضايقه مني ليه؟ وانت كمان باصص لي ليه كده؟ الله الله الله. وانت كمان ده انتوا اعز اصحابي. هو في ايه يا جماعه؟ احضروا عيد ميلادي. ربنا يخليك يا ماما على المفاجاه. ايه فين ماما؟ ماما ماما ربنا يخليك على المفاجاه. يخليني ايه يا حماده؟ كده بتهزق الضيوف وتهزق صحابك. انت ايه؟ ما بتحسش على دمك خالص؟ انا يا ماما انا ده انا مبسوط بالمفاجاه. ربنا مبسوط ازاي؟ مالك يا ماما؟ عندك ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ مش عارف. انت هتموتي ولا ايه يا ماما؟ تقريبا. طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف. مش هلاقي حد يوقفني. على مهلك. سلامتك. سلامة. تشاهدي يا ماما. تشاهدي. مع السلامة. الله ناس طيبين قوي. هابي بيرثدي يا حمادة. هابي بيرثدي تو. اوف مش قادر انفخ بس الحمد لله البوطة حلوة. بس يعني شوية بقى انسى. عايز حاجة يا ماما؟ طب شكلها نيمت او ماتت. صباح الخير. ماما ماما فين البطاطس المحمرة بتاعتك يا ماما؟ في المقلبية؟ فين الرز بلبن؟ الله يرحمك يا ماما. ايه ده؟ انا جعان قوي. سوري يا ماما انا جعان قوي. انا مكسر لي كده. ماما شوفيني يا ماما. شوفيني يا ماما وانا نشيط. شوفيني وانا نشيط يا ماما. افرحي بيا. بقيت نشيط. بقيت. سوري يا ماما. ريح شوية. ريح شوية. ماما 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 انا جعان يا ماما. جعان ماما. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه ده؟ بعتيلي اكل يا ماما. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا حاسس ان انت معايا وحواليا. سوري يا ماما. هضرب سندوتش وبعد كده اغازل فيك شويه واحبك شويه. الاكل طعمه وحش من غيرك يا ماما. يمكن عشان ما فيهوش زيتون. ما فيهوش زيتون. ماما اعمل ايه؟ انا خلاص تعبت. بقى لي ساعه بقول يا ماما. الله كوارع يا ماما. كوارع كوارع يا ماما. كوارع كوارع. يح يح سخن قوي. فينك يا ماما؟ كنت بتبرديها. كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معدتي جوه. اعمل ايه؟ انا كنت بعمل ايه وانا معاكي في لحظه زي دي؟ كنت بنام. طب منين؟ صباح الخير يا حبي. يا امي يا احلى ام. نفسي ابوس صورتك بس مش قادر اجيلك. مش قادر. ولا اجيبها؟ اجيبها. معلش. كفايه يا ماما. كفايه. القلب تقيل قوي. ماما تصبح على خير. عيش على هاب وطيش نهار. ايوه هاب
اصحى يا باروخ، باروخ اصحى، انت يا زفت يا اللي اسمك باروخ، ما تصحى. عايز اقول لك كلمتين. الصباح اللي زي الزفت ده يا ساتر يا امي، انت ما بتناميش؟ ايه ده البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش؟ كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى، ده القبطان، القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله، كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه، تفك التكشيره اللي على وشك دي، دي تجيب الفقر. طب قول لي صباح الخير يا ماما. يا ماما هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام، كل الام يا امي. كل الام. حاسب حاسب. تعبان تعبان. ايوه ايه اللي تعبك بس؟ ما تقولي، قولي وانا اريحك. فروه شعر الخشنه يا امي، كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمه اربطها في الحديده دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش، اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفرده دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفع لي ثلاثة ساخ. مزين وثلاثة ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما بتكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص، اجيب لك منين انا الثلاثة ساخ؟ انت على قلبك قد كده فلوس؟ لا ما فيش معايا حاجه خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوك يلاقوكي كذابه ومعاكي فلوس، طلعي بقى. انا غلطانه، انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وانت مشحططني وراك كده، وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفه. خلاص مش عاجبك القفه اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطه جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه ولا 4 جنيه. خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكته خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت حيلتك حاجه؟ هي الجلابيه وشورت البحر والقبعه المعفنه دي يا ماما. لكن كل الالام والغربه في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن، ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا ان في ارض ميعاد، كل شويه ارض الميعاد ارض الميعاد، ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض، ملخبطنا. بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني؟ هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه، ما تقلقيش. بس انت طلعي شويه فكيها بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يخيبتك يا ام باروخ، يخيبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وسيغتك، وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاثنين شركه فيه وانت سرقتيني وخدت نصيبي. برضه بتجيب لي سيره الفلوس؟ قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني، ما تجيبنيش سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حقي ان شاء الله. لا مش هموت ومش هتاخد حقك. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبه يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعه سماسره شافولي حته ارض حلوه قوي بتبص على ميدان جهينه، تحفه، ممكن نصورها ونعملها ارض الميعاد، قريبه جدا من المحور، بس الناس عايزين 12 جنيه. مش هدفع. طب 10 جنيه؟ كتير. ارض الميعاد؟ لا ماليش دعوه. مش تيجي معانا ارض الميعاد؟ لا هقعد في بولاق. تقعدي يعني انت عامله الهيصه دي وراكبه مركب ومش شحتاته ومش هتيجي ارض الميعاد يا بخيله عشان بخلك؟ براحتك براحتك، انا زهقت خلاص. ايه ده؟ مش تفتح؟ قلبي اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي ورا ابني؟ يا غبي يا غبي يا غبي، كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ؟ عداك العيب يا ضيا ليشع. بكرتوف يا باروخ. بكرتوف؟ تشربوا حاجه؟ تسلم يا ابو الكرم، انا سارق من امي 3 ساخ. ها طب اقول لكم ايه، انا معايا كنزايه سايبها عشان لو امي جات لها كومه السكر الحقها بيها، تشربوها؟ نشربها يا سيدي. مش عاوزين مش عاوزين. اسمع، احنا هنكلمك في حاجه مهمه يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعه، انا موافق اعمل معاكم اي حاجه، بس على شرط بعد القعده دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين، انا هرجع بصراحه. اسمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. انت هتشتغل في المخابرات الاسرائيليه؟ بس هتاخد فلوس كتير ياما.
قشطه دمي هتفرح قوي. طب يلا بينا. انا فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات وتروح له ليا. بابا ما هو قدامك اهو. انت لا انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى يا باروخ. اصل المفاجاه بتتكلم بجد. انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو. وانت عندك 3 سنين. من وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده وامي بتقول له ده بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. انا ريح فيه. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك علشان يتأكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين. دولة إسرائيل. طب ما تسيبوني أرمي نفسي فيها. إيه؟ تعالى يا بني. أنت بتقولي كلام ليه؟ كلم عادي. ده البت دي مخابرات. البت دي مخابرات. أنا هرمي. لا 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 مش دلوقتي. مش هرمي نفسي أما أتأكد منها. خلاص ما كل الناس بقت مخابرات. يعني أنتوا فاجئتوني. في حد تاني ولا أنتوا آخر ناس ولا إيه الموضوع؟ أوامرك أدون ليشا. يا نهار أسود ده أمي بقت عمي. دي مش الماما يا باروخ. أمال دي مين؟ المستاذ الإسرائيلي بيني وبينك. خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انتي ماما؟ I am Brigadier Shimon Sharon Netanyahu قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش أنا آسف. يعني حضرتك راجل ذكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. إزاي؟ لو ردعت من حضرتك مع إني مش عارف كانت هتبقى إزاي دي؟ على الأقل صوتي كان تخن. أنت عارف إنه عنا أكثر الأجهزة الأمنية تقدما في العالم في التمويه والخداع والتنكر. إحنا عايزين نزرعك نغرسك في مصر. احنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ سوري انا نسيت مكان البحر. هو بقى في انا مش مظبوط. انا حاسس ان انا بحلم. حاضر يا فندم. انا جندي مجند تحت امر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ صميغ الاسكندراني. مين صميغ الاسكندراني ده؟ المطرب يا باروخ. يا نهار اسوح. سمير الاسكندراني بتاع يا شو قامت داري داري الدموع داري. هو ده؟ ايوه سمير الاسكندراني داري العيون داري عميل المخابرات المصريه. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. ننتج له ده ايه يا باروخ؟ بنقولك راجل مهم في المخابرات المصريه من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح فين؟ لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 بقى 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 هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده؟ هو ده باروخ بخبيخه. انت بطل. تحت امرك. تحت امرك يا ماما. قصدي يا ست الباشا. انا اسف. انا احنا ما بنهزرش يا باروخ. ولا انا بس من حقي اتلخبط. من حقي. ما تقلقش اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا باروخ. يلا يا بطل. حاضر. اسرائيل محتاجاك واسرائيلك وراك. حاضر. ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ اتفضل. وانا بنزل البحر. وربنا ننزل البحر. رايح فين يا باروخ؟ مين اللي قال ان الزمان ملوش امان يا عين؟ دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عين.
يا شوق يا مداري داري الدموع داري يا شوق يا مداري داري الدموع داري عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان نرتاح من الحرمان. ولعلي مين ماما؟ الباشا عم المخابرات الاسرائيليه. وطي صوتك. حاضر حاضر. ادينا ارتاح. انا اصلا بحب حضرتك، انت قدوتي، انت قدوتي في الموساد الاسرائيلي. بس اوكي شد حيلك، احنا وراك. انا ليه الشرف يا فندم ساعتك تكون ورايا، وان شاء الله شرف سعادتك في المخابرات الاسرائيليه. اوكي اوكي. طب السلام عليكم. السلام عليكم. جتك نيله هتودينا في داهيه. كل يوم اعمل كده، ولا حد بيسجل لي ولا حد بيصور لي ولا حد حاسس بيا اصلا. الحاجه الوحيده اللي معلومانيش ان انا افتح البتاعه دي. تيت تيت العميل، تيت تيت العميل يتكلم. الساعة 12 وربع، واحدة ست تخينة جدا كانت ماسكة في ايديها عيل صغير، ارخم عيل شفته في حياتي، كانت مودياه الحمام، وفي ايديها تلات مناديل ورقية، ومعاها بوك كانت حاطة فيه 65 قرش كانت هتدفعهم تاني يوم للجمعية لمحسن اللي في الشارع اللي وراها. شفتوا دقة المعلومات؟ شفتوا العميل بتاعكم وبتدفعوا لي 40 شيكل في الشهر ما بيكفوش كريم لشعري، زودوها شوية، في ناس بتاخد ميات ما بيهببوش حاجة. تيت توت توت العميل، توت توت العميل يتكلم. الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وصرح بيه السكسوكة بتاعته. الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة، الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100%. شفتوا؟ شفتوا دقة معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما يأكلوش عيش، مش عارف أجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش حاجة. توت توت تات تات العميل، تات تات العميل يتكلم. اول امبارح التلفزيون المصري ذاع نشر التسعة 3 مرات وما جابوش سيرة اسرائيل في ولا واحدة، وانا شايف ان ده تمويه بيحسسوكوا ان انتوا مش في دماغهم وبعد كده ياكلوكوا علقة موت. شفتوا دقة المعلومات للعميل بتاعكوا؟ بتدفعوا 40 شكل في الشهر، فكوها شوية. تات هوف هوف سيخ، هوف هوف سيخ العميل يتكلم.
الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتابلي الطبال ووسطوني بينهم. العنتابلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه نزهق. هو ايه اللي توتو وتات يا باروخ؟ ايه يا باروخ اللي انت بتعمله دوت يا باروخ؟ مش انتوا اللي قلتولي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقه، اعمل ايه تاني؟ دقه ايه؟ ماشي ورا الست التخينه وتقول لي دقه؟ ما انا لازم امشي وراها. طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينه. ايوه وانا المناديل الورقيه وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه بروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا بروخ، يا بروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تنفدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بروخ. يعني هم ياكلوا عيش وناكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف. خلاص عمليه بروخ انتهت. باروخ ركب الصاروخ. باروخ انا عامل لك مفاجأة. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضره الضابط، البهوات هم اللي مجندني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصريه. العقيد يوسف شعبان، الرائد ناديه الجندي. والمطلوب؟ تتفضل معانا على البوكس. على فكره يا حضره الضابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكوا، بس هتدوني كام؟ هنديلك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجه، فكوها بقى. هي ناقصه فشل جرجره على البوكس. فرصه سعيده يا حضرتك. اتفضل. فرصه سعيده. اتفضل يا اخوي. اوكي مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطفي بسرعه شويه. اشكر الرب الذي جمعنا سويا واعدك انني سوف اسعدك ايتها الكونتيسة الظريفه اللطيفه. وانا اعدك اننا سنحيا معا اجمل ايام الحياه. مبروك عليك يا اختاه هذا الزوج الغني السري المريش. انك دائما تتميزين بالحظ السعيد وعواقفه. وانا اتمنى لك حياه سعيده مع فيفيان اخ في القريب العاجل. ده عندهم ميلالو. ام ميلالو عزوز خمسه وخميسه. مبروك مبروك يا ابنتي، ضحى في عينيك سيدي، إنها كالزهرة الفلوكسية لا تهملها. اطمئن يا عمي، فابنتك كالماء والهواء والغليون. انت جاي تفضحني؟ بقولك ايه، الراجل جاي يناسبنا. ما هذا؟ هذا حدث. مارجريت، ما أنت؟ الهرب والمرض. مارجريت يا كونتيسة. هلنا قتلت الكونتيسة. عشيقتي، ابنتي. اشرب بيه. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى شوف اخويا ابراهيم، بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ يا سعادة باشا. طب بقول لك ايه؟ قوم شوف لي الزمالك عمل ايه مع بترو جيت امبارح. انا يا باشا. عايز طلب كمان. قوم اقفلوا كوبري عصر النيل من 3 لـ3:15. سمر يا باشا. ايوه عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعه 6 اقفلوا كوبري الجامعه. افتحوا لهم جنينه الحيوانات. ايوه خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميد وابوك بيقول لك العب مع الاسد، هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا. بالسلامة. مع السلامة. استنى يا شريف بيه. عمر يا باشا. بعد المهمة دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا. ايه ده؟ انت مين يا سيادة الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد.
وإيه اللي جابك؟ عملت إيه؟ مصيبة ولا إيه؟ أبداً يا باشا، أنا كان مكلفيني بمهمة، سبت المهمة وخدت العيال ولادي عشان أفسحهم. حلو قوي، سبت المهمة لميري وخدت ولادك تفسحهم. إيوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو، ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك لضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ ايوه يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه. وايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله، اهم حاجه ان الواحد سمعته تبقى طيبه في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي، يبقى انت جاي ومش ناقصك حاجه، عارف هتشتغل مع مين. تمام سيادتك يا باشا. افرد دارك يا سياده الامين. هو اللي تشوفه سيادتك. الرجاله اللي معايا تقف ثابته. حاضر يا باشا. انت عارف ايه اللي نجاك؟ ايه؟ ان انت مش صعيد وانا بحب الصعايده. رجاله اقف انت بقى يا امين. يلا غور هات لي المتهم. اللي تشوفه سيادتك. السلامه. قدامي قدامي. ايه يا ده انت داخل عليا بالجزمه؟ انا لابس. ايه لك جزمه؟ ما تشوف شغلك يا سياده الامين. تمام سيادتك. مدخلني متهم بالجزمه؟ لا خلاص شلناها. سمعت عني ايه يا ياض؟ قالوا لي ان انت مفترق. لا يا ياض، كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا انا هوريهولك. فين يا باشا؟ ايه رايك؟ حلو. هاتوا تعالى عشان اوريه الخاتم اللي في الايد التانيه. وايه رايك في ده؟ هاتوا. انت ياض اللي قتلت الولية؟ انا قتلت ولية يا باشا. انت اللي قتلت الولية ولا لا؟ والله ما قتلت حد. انت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا ياض ساعد وقوع الجريمة؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي مشاك في الشارع؟ كنت رايح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحتة دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. الله، انت هتصاحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ ده بس هو حلو يا باشا. مالكش دعوة يا سيادة الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فرد. يا باشا. تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه ياض؟ انا يا برشم. انت مبرشم؟ والمصحف. مبرشم والمصحف. لا ما بتحبش بالمصحف. بلاش، ما بحبش كذا. شارب كوكتيل. مبرشم. شارب كوكتيل. يبقى مبرشم. ما كوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني، ما هي بلاوي سودا. كوكتيل جوافه يا باشا. انت هتطول معايا، هتطول معايا، وضرتني وضيعت عليا درس الايروبكس بتاعي. رد على الزفت ده. تمام يا باشا. الو، ايوه سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا، بيعمل ايروبكس. ايوه مع المتهم يعني. ايوه. لا والله، قول لي يا باشا وانا ابلغه. ايه 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 في ايه يا سياده الامين؟ تمام هبلغه يا باشا، مع قدامه. سلام يا باشا. في جريمه يا باشا وحصلت ولازم نتحرك دلوقتي نروحها. جريمه ايه؟ جريمه قتل يا باشا. ما انا في ايدي جريمه زفت هات لما اخلص منها. مين اللي كلمك؟ اللي كلمني المساعد الوزير يا باشا. تمام تمام. قال لك ايه سياده اللواء؟ قال لي الجريمه دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسة مارجريتا. قصر ايه؟ الكونتيسة مارجريتا. قصر الكونتيسة. ايوه مارجريتا. انت متاكد انت بنقول من المباحث؟ أيوة. ولا مسارات المجانين؟ لا والله، هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا. اه عادل. تمام اه عادل. قصر الكونتيسة. ايوه يا باشا. فين القصر ده؟ في كراتة يا باشا. كراتة. اه كمان. حلو قوي. امتى حصلت الجريمة دي؟ حصلت من 180 سنة. من ايه؟ من 180 سنة. اه سيادة اللواء قال لك كده. ايوه ماشي. الداخلية عايزة تجنني، بس انا مش هتجنن، وهحقق في القضية دي لو من 1000 سنة مش 180. قامت الساعة كام من 180 سنة؟ قامت الفجر يا باشا. وحياة النبي، انتوا عارفين ان هي قامت الفجر؟ عارفين من 180 سنة. أنا معاكم للآخر. أنا معاكم لإيه؟ للآخر. للآخر. قول لحاجتك لما وحصلني وياك تنسى حاجة. حاضر يا باشا. شوفوا سيادتك يا باشا. حلو قوي. لا فعلا شكلهم من 180 سنه. ماشي، ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده؟ من ساعتها قلت هات كل حاجه معاك. هو ناقص غباوه، ناقص غباوه. لا احو هنا في اي حته.
تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده. 180 سنة عايشين ما بيعجزوش ما بيموتوش. حلو قوي، ورينا يا حبيبي. حلو قوي، بحضر محضر سكر يا حبيبي. حضر، العب يا بابا، العب بس. والشعر والفساتين من 180 سنة، انا معاك للاخر، انا معاك للاخر. حلو قوي، حلو. خلي بالك من البنت دي. تمام سلام. ممسوكة ناشتي في بلاد دكرور 3 مرات، اخر على عيد الصغار اللي فات، اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنة، انا معاهم للاخر. اما نشوف ادي الجمل وادي الجمال. مين الافندي ده؟ ما شاء الله، حلو. اللبس ده متأجر. الواد ده شكله مش مريحني، عينك عليه. تمام يا فندم. ومين اللي بيقوق ده؟ وريني يا حبيبي. يا صلاة النبي، بانجو كمان. حلو قوي، تلبسه بوريك، تلبسه خش، انا معاك للاخر. ومين اللي قابل المعادي هناك ده لوحده؟ تعال يا اخويا، تعال، ده متأثر قوي. شكل القتيل امه. معلش، هنعرف كل حاجه. هات يا حبيبي، هات. امسك، حرز يا اخويا اللي جاي تشم، حرز. لكش انت دعوه، وريني يا حلوه. يا صلاه النبي، حلوه قوي. قضايا مضمونه، بانجو وخمره، حتى السماله، وناس مش عايشه الواقع اللي احنا عايشينه، واستهبال، لكن انا معاهم للاخر. بص يا اخوانا، انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيله القتيله بس، كل الضيوف بره. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي. قلت لك اتحفظ على الزفت ده. تمام يا باشا. يلا بره، يلا بره، بره بره. انا هتجننوني هجننكوا. اطلعوا بره من الاخر. اشربوا اشربوا، حلو قوي. انا الدوق فالكاو، زوج الكونتيسه مارجريت. اهلا. وعندي معلومه مهمه قوي يا باشا. انت عارف ان انا بطل الجمهوريه في حقوق الانسان ولا لا؟ طبعا. يعني عايز معلوماتك تكون صريحه ودقيقه، يا اما هطير رقبتك. عشان كده عندي معلومه مهمه جدا. قول. انا اكتر واحد شاكك فيه ابو القتيله، لانه عايز يورثها. حماك؟ طبعا. يقتل بنته عشان يورثها؟ هي دي الحقيقه. يا الدنيا جرت فيها ايه؟ ماشي، بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. لا عيب يا واد، انت بتعمل النهارده؟ انت منين؟ من الدقي. ماشي، نام يا سياده الضوء. نام يا باشا. باشا، انا دوك محترم يا باشا. انت مين؟ انا دوك محترم. انت لسه مصر ان انت دوك يا باشا؟ امسك عادي. عيني يامه، امسك عيني يامه. عيني يامه، حراميه ولا دي الكذاب. عيني يامه. احنا في سنه كام يا واد النهارده؟ 1812. برضه عايزين تجننوني. ماشي، الحقيقه ماشي. قتلت بنتك ليه يا راجل؟ انا ما قتلتهاش. امال ايه؟ الدوك ده هو اللي اتجوزها. ايوه، وهي اتكنتلت من 3 4 ايام. اتكنتلت من 3 4 ايام؟ بايده يا باشا. والنبي، بايده يا باشا. وانت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا يا باشا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا، النبي يا باشا. ثانية واحدة اخلص. انا عندي معلومة تانية مهمة. ايه؟ اخر جملة قالتها له القتيلة قبل ما تموت: مش هديك مليم احمر من ثروة جوزي. مليم احمر من ثروة جوزي. ده دافع اكيد انه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي. بس باشا، انا ما قلتش حاجه. لا عيب، ده انت بتعمل النهارده. انت منين يا من امبابه يا باشا؟ اجدع ناس. ارفع يا سياده الدكتور. قتلت بنتك ليه؟ اه، الحقني يا ابو الحقني. هتلحقكم، هتلحق. وعاملين ايه يا بوريكو؟ عايزين تجننوني. حاضر. الراجل اتحط في السبيرت لحد ما اجيله. اللي بعده برضه مش عايز تعترف. اعترف فيه يا باشا. معلش يا حاضر، تعرف ايه اللي القتيله؟ انا انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مره اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول علاقته بترقص؟ احنا في سنه كام يا واد دلوقتي؟ 1818. برضه مصرين تجننوني. ماشي ماشي. اختك اخر مره دخلت الحمام امتى؟ امبارح، امبارح الصبح. وانت ايش عرفك؟ بتبص على اختك من خلف الحمام يا واطي. باشا ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. آه. وكمان كان قطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام، بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا واد؟ من حوش عيسى. احسن ناس حبيبي. انت يا واد عوضين. يا باشا يقعد في السبيرتو. اللي بعده. ده انا اللي محتاج السبيرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. كفايه كهربا بقى، كفايه كهربت. يا ابن الهبل، ده انا مش قايلك ده وفرك، ده عبيط. طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده. يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. علاقتك ايه بالقتيله يا واد؟ انا حمدي ارطغرل، صديق العائله. اه، كنت احبها حبا جما. اه، كنت
صباحه في الجبل في المغاره. بس الدنيا كانت ضلمه وانا بخاف من الضلمه. تذكر يا باشا. ايوه ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فتره بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب النهارده. انت منين يا ار؟ لا الحقيقه مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل خد دي هديه مني. عوضين يا باشا، حطوا له منوكير. تمام يا باشا. اقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ تعال يا باشا ابوس ايدك، الراجل ده بيشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ وفين؟ انت منين يا ياض؟ من امبابه ولا العجوزه؟ عايزين تجننوني. عايزين تجننوني. انا من الدويقه يا باشا. انت دلوقتي من الدويقه؟ ها؟ ولا ولا مش انت ابراهيم ليه يا هلا المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام القسم قبل كده؟ والله ما سجلت حاجه. انا اللي في ادوك. انا اللي في ادوك يا باشا. انت عايز اختم والله؟ تختم؟ انت عايز تجننوني؟ تختم ادوك قسم؟ ده انا شايلك دي 40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك الترقيه. خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، الحمد لله يا باشا. شوف انا شايلك ايه؟ شويش. تمام يا فندم. تعالى خد بيدي خرجنا، تعبت من كتر الضرب. ايوه يا نفسي اعمل فيك حاجه احتقرك فيها يا باشا. قوم يا ار. ودي وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله كده القضيه اتظبطت 100 100. ازاي يا باشا انا اللي قاتل؟ انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل وما ينفعش ما يبقى يا باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل وتحرق المسلسل. عايز حاجه تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي محدش يتوقعه خالص، وانا اوريه لك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكم الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا، استنى عليا. تعالى يا ياض، امضي يا ياض ان انت اللي قتلت الكونتيسة. امضي هنا. امضي يا باشا، الناس دي مجانين ولا مجانين؟ انتوا لسه شفتوا جنان؟ امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100 100 القضية وزي الفل، وانا اقوى ظابط مباحث شافته المنطقه، وهوريكم في المحكمه. قشطه. انا بقى هتجنن معاكم. مش انتوا عايزين تروشوني ب 1800؟ انا هاجي معاكم 1800. ادخلوا الراقصات، شغلوا المزيكات. يلا. ايوه يا باشا، موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكه. عيب يا باشا، وانا اول مره يعني يا باشا. ما يلا بقى يا مرشدي، الصبغه هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده علشان الزبون استعوالي. يلا سلام سلام. لا مؤاخذه، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجه. مساء الخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك. نورتنا يا باشا والله. مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا، بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. في مشاكل ولا لا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا ده؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ بقالي فترة اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمه لي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. انا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا انت تقريبا. ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا اكرمنا بالموضوع ده. مش انت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة يعني كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك ابويا الله يرحمه كان بيطلع له في كوره هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف. بتفيده برضه في الحرب، يعني ربنا بيبلي وبي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا. تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي، مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع. خد عندك فنانين
مطربين، لعيبة كورة، فريق السكواش، ابتدوا يكلموني، بتعمل الشعر ده ازاي؟ يا جماعة احلف لهم والله ما بإيدي، محدش بيصدق، بس الحمد لله ربنا يحفظنا. أنا عايزك بس يعني إيه تفردهولي فردة بالسشوار لحد قبل السرة بقرتين عشان اللوست أرجوك. أنا الاتنين يا باشا. أنت راجل طيب وأنا حبيبي. أنا مش عارف أبدأ منين بس لا يعني. لا لا تبدأ إيه؟ هو تعمل كده. لا لا ده ما تحطش عليه مكان، ده آثار. اعتبره أثر من الآثار. يعني هو بإيدك ويا دوب أنا أبقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت أمرك يعني. أنا اللي تحت أمرك. بس معلش يعني قبل ما أفكر هبدأ منين؟ هعمل مكالمة صغيرة. أنا مستعجل. أطمن على الحاج. عشان خاطري. أصل هي تعبانة شوية. معلش الأمهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقة واحدة. أرجوك هتعطلني كده. أيوة يا باشا. لقيته. إيه ده؟ شعر صدر كبير أوي. يا باشا ده أنت هتلاقي معجزة. حاجة عظيمة. تعالى بس ما تتأخروش. وحياة النبي ما تتأخر. ها؟ لا لا بقول لك بس يا ريت انا نفسي اتصور معاه والله بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس اكمل بس ماشي. ماشي يا باشا. لا يا باشا ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كدبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له انا موجود يا فندم. انا موجود. لا الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انا لازم تبلغت عني صح؟ انا بص الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. هنعمل ايه بقى؟ المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر مش عارف ايه. خربوا بيت. الله يخرب بيوتهم. معلش اتفضل. ده لسه حسابك عند ربنا. استنى اتفضل يا باشا. اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه. مش عارف مقص ولا مك. يا سلام. ايه يا الفكاكه دي يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه يا حضر الظابط؟ انا اللي قلت لك انا جنبه. مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين. ده انت رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا تحت امرك. مع السلامه. بص رغم ان انت يعني بشع لكن الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خير يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل يا باشا. تشرب قهوه يا باشا عشان تهدي اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده ليا شوق كده اشرب من دمه. نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد. اسال ليه يا باشا؟ المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا. بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. انا اجرودي. انا ايه؟ اجرودي. اخلص يا محمد. انا بس اللي اقول اجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة حتى الوقت اللي بردها. ثواني. سرعة. ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي اهالي الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت. هو طلب يا باشا. يا فندم ارجوك انا بتأذي سوري يعني. ايه يا حبيبي انت اهو؟ مين اللي اذن لكم انكم تربوا شعر صدركم؟ ايه؟ بلد سايبة يا حبيبي ولا ايه؟ محمد امرك يا باشا. تعال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا. بسرعة. حاضر يا باشا. قدامي. وانت راجع هات لي مكوه الشعر معاك يا محمد. لا ارجوك يا فندم اتوسل اليك الا مكوه الشعر. انا ممكن انتف شعر صدري قدام حضرتك شعرايه بس المكوه لا. مش
عايزك تجيب سيرة شعر صدرك قدامي. ده بتعمل ايه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرود ياد ولا ايه؟ سوري والله، اول مرة اتشرف بفتحة قميص حضرتك، بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. ارجوك يا فندم اتوسل اليك، سامحني سامحني وخلينا اروح. عايز اسامحك؟ هسألك شوية اسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة تبقى هنا ايه؟ شفافية يا فندم، واوعد سعادتك ان اكون مرشدك الخاص واكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا عمرك ما اخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده هيطول؟ لا بصراحة، بس انا اسمع كانت ماما تقول لي وانا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس انا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان؟ جنينة الحيوانات. السؤال التاني، عمرك حصل لك اي حاجة غريبة، حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس افتكر وانا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت، افتكر ان انا سخنت جدا في الليله دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا، قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعرايه هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم، تيتا ما كانتش بتحب اني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت فم. يعني تيتا في حلوان 14 شهرايا و12 شهرايا. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ خص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مرة أنا أجرودي يا محمد. بلاش محمد، بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري ابوس ايديكم. ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم، ايه المقاييس كوكبك انت؟ أنا ست، لكن بمقاييس كوكبنا إحنا أنا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوة بمقاييسكم، أنتوا عايزين مني إيه دلوقتي؟ آدم أموري، إحنا جايبين لك دعوة في أي بي بزيارة كوكبنا. وكوكبكم ده فين إن شاء الله؟ كوكب الدكورة. كوكب إيه؟ الدكورة. أنت اسمك يا أخ؟ خالد. في حاجة؟ لا مفيش حاجة. وحضرتك؟ كريم. أهلا أستاذ كريم، أمروني أنا خدامكم، في حاجة ما أقدر أعملها؟ بص يا آدم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك، ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه الان منكم والان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت، هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي الماكو. لا ماكو ايه، هات ايدك يا كريم، هات يا خالد. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. هات يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زيارة كريمة جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد، مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحه، انا مش فاهم اذا كنتوا رجاله ولا نسوان، كوكب عجيب يعني. للاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زياده، واكتشفنا ان بسبب شعر صدر حضرتك انت حطمت الرقم العالمي الهرموني، انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم. ربنا يخليكم، دي حاجه بسيطه يعني، وبصراحه يعني انتوا ناس ذوق وانا عايز اعمل معاكم واجب، يعني واجب بسيط يعني.
الله، لا انا بحس بالنعمه اللي ربنا اداها لي مره كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلت الحاجه تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا هينفردوا، عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شويه شعر نحللهم يمكن نقدر نوصل للماده اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر. فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحه. هتدفعوا لي كام؟ يدفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحه كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. هحرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده 50%. بصي، انا ليا طلب تاني بقى بصراحه. ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاعه دي؟ بس مش هينفع. الف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول واديها لك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش بتلفوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هنوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوري شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى يا ولية انت وهي. يا نهار اسود. اوعى. شعر صدري راح فين؟ يا نهار اسود. هقول لامي ايه؟ هقول لها خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح. يا ليلتك السودا يا ابن صبرا الصبار. هقول لامي ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدوله ولا البلد يعملوا كده مقبوله، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجاله ولا نسوان. خسرتك يا خسرتك يا ادم، يا خسرتك يا ادم. خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب. بصراحه احسن، ده كان اوفر. كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي. شعر صدري بلا زفت. ايمن بدري عليك بدري، حسدوني عالشعر في صدري. كان بدري عليك بدري، في شعر كده كده لا أدري. أنا وأضربه لو هرمون زيادة، مشعر بشكل رهيب فوق العادة. أنا وأضربه لو هرمون زيادة، مشعر بشكل رهيب فوق العادة. اتكادوا يا عزال اتكادوا، وخافوا من قلبي تخافوا من غدري. خافوا من غدري. شعري في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري. عدوا الشعر في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري. مايكل جاكسون كان قبرودي كان بنفس الموت من شعر.
شعري في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري عدوا شعري في العالم تعرفوا ليه انا علت سعري مايكل جاكسون كان قبروتي وكان بنفس الموت من شعري لوحده كده لحلقته بموس ولا اشتريته في يوم بفلوس لوحده كده لحلقته بموس ولا اشتريته في يوم بفلوس اسمه نصيب وده كان قدري شعري في صدري يا صدري يا صدري